تعالوا بقى نروح دلوقتي لمحافظة الجيزة وعلى الهواء مباشرة، بس حي مباشر مع زميلنا محمد جمال ويقول لنا ايه الوضع عنده. صباح الورد يا محمد، وصف لنا الأوضاع عندك في أول يوم لفتح المقاهي. صباح الورد مها، بالفعل أنا موجود دلوقتي في واحدة من أشهر المقاهي في ميدان الجيزة. الوضع هنا يعني عامل زي بالظبط وقفة العيد، الناس مبسوطة جدا، بدأت القهاوي في استقبال الناس من الصبح بدري، كله طبعا نزل ياخد قهوته أو يشرب المشروب المفضل بتاعه في القهوة بعد توقف دام أكتر من 100 يوم. وطبعا قبل ال 100 يوم كان في توقف تام للشيشة، رغم إن كانت القهاوي شغالة وفقا طبعا للإجراءات الاحترازية اللي أخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. طبعا في كتير من الإجراءات بتتخذها المقاهي والكافيهات لتطبيق الإجراءات الاحترازية دي لحماية سواء الناس اللي جاية تقعد أو بالنسبة للناس اللي بتشتغل في الكافيهات. أنا معايا دلوقتي الأستاذ عمرو، وهو صاحب الكافيه اللي أنا موجود فيه دلوقتي، عشان أعرف أبرز الإجراءات الاحترازية اللي بيتم تطبيقها. أستاذ عمرو أهلا وسهلا بيك في صباح الورد. صباح الخير، أهلا بيك. دلوقتي عايز أعرف أنا كزبون جاي لك على الصبح، إيه الإجراءات أو الشروط اللي أنت بتشترطها عليا عشان أدخل عندك؟ يعني أول حاجة إحنا أو قبل ما تيجي لازم تبقى لابس كمامة، إلا طبعا إذا وأنت بوقت بتتناول المشروب بتاعك بتشيل الكمامة. زي ما حضرتك شايف على كل ترابيزة إحنا جايبين كحول ومطهر، بتطهر إيدك أول ما تقعد، ما بنشتغلش إلا بحاجة اللي هي وان واي، الكوبايات والمعالق وكده وان واي، مفيش ميه من كولدير او ميه من سبنسر ولا حاجه، اللي احنا بنشغل ميه معدنيه مغلفه بس. الزبون بيقوم بيتطهر مكانه بميه وكلور وكده ويا مزهل. طيب، دولة رئيس الوزراء بمجرد ما اعلن ان المقاهي هترجع للعمل تاني كان في حالة من السعادة سواء في الشارع او على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ يبقى في كوميكس ان التنسيق بتاعي هيوديني قهوة في المرج او في حلوان او فين. طب انت التنسيق بتاعك عامل ايه يا ترى؟ كان في ناس بتكلمك بتحجز عشان تيجي تقعد على القهوة؟ والله من اول امبارح وناس كتير كلمتني وناس كتير حتى على الفيسبوك، حتى انا امبارح قبل ما انام، انا نمت امبارح بدري عشان انزل بدري، وكتبت لهم يا جماعه من غير بوس ولا سلام بالايد، احنا عايزين بلدنا تمشي. طيب دلوقتي 25% هي نسبه محدده من مجلس الوزراء، واعتقد من يخالف سيتم التعرض لعقوبه ممكن توصل للقفل، انت ازاي هتقدر تتحكم في ال 25%؟ والله انا علشان الموضوع ما يبقاش صعب، انا حددت فعلا العدد الكراسي زي ما حضرتك شايف الموجوده بنسبه 25%، وطبعا في تباعد ما بين كل ترابيزه وترابيزه وما بين كل فرد وفرد، مفيش ترابيزه عليها 4 كراسي، كل ترابيزه عليها 3 كراسي بس، والمهم ان احنا نفتح ونشتغل والبلد تمشي وبعد كده في مكاسب يعني. اكيد الشروط مش هتنطبق على زوار القهوة بس، هتنطبق برضو على العمالة، ايه الاجراءات الوقائية اللي انت بتتخذها على العمال علشان يكون في يعني نوع من الوقاية اكتر ومن الحرص؟ يعني زي ما حضرتك شايف، زي ما انا برضو مهتم ان كل على كل ترابيزه يبقى فيك حل، ومهتم بالزبون، انا لازم اهتم بالراجل بتاعي بالسرايا اللي شغال. انا فاتح بقالي 20 سنه، انا مش لسه جديد، انا هنا في ميدان الجيزه من 20 سنه. فطبعا كلنا جينا يوم الاربع او يوم الخميس ونظفنا، وكله لابس الكمامه زي ما انت شايف، وكله خدنا درجه حرارته قبل ما يشتغل، عرفنا لو في حد عنده هيستوري كان تعبان الاسبوع اللي فات او اللي قبله، الحمد لله ما فيش عندنا اي حاله ظهرت في كده. قللنا عدد العماله، بنحافظ على التباعد الاجتماعي، الحمام اللي يدخل على طول يبقى فيه مطهر، يعني احنا جبنا خصصنا واحد دلوقتي اللي هو اسمه يعني زي نظافه بس، هو ما بيعملش حاجه، واحد دخل الحمام يدخل وراه يطهر، واحد قعد يطهر، واحد قعد وما حطش الكحول على ايده يديله الازازه يقول له لو سمحت حط كحول على ايدك. طيب هل في استجابه من الناس من زوار القهوه للاجراءات اللي الدوله اشترطتها واللي انت بالطبع ملزم بيها علشان تستمر في نشاطك؟ بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو الناس كلها لازم تلتزم،
يعني الموضوع اصلي، مش الجائحه دي مش بمزاجي ومش بمزاجك. فلو مش هنلتزم فكلنا نقعد في البيت تاني، وقعدت في البيت تاني ده خراب بيوت. انا في ناس على قد ما انا قدرت اساعد، بس في ناس ظروفها تعبت قوي قوي قوي، فلازم كلنا نساعد، ولازم كلنا ان احنا نبقى واخدين بالنا ان لو احنا ما عملناش القرارات او ما مشيناش على القرارات والاشتراطات اللي قالتها الدوله واللي قالتها وزاره الصحه والكلام دوت، يبقى احنا هنروح لحته وحشه قوي ربنا ما يودينا ليها ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا. شكرا جزيلا. اذا ما هي في التزام كبير بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه والشروط اللي شرطها دوله رئيس الوزراء لاعاده فتح المقاهي مره اخرى، وفي نوع كبير من الحرص عند او من الوعي عند المواطنين اللي جايين طبعا يشوفوا او يقعدوا على القهوه، ونستمر في هذه الاجراءات الاحترازيه، ونتمنى ان تستمر فتح الحياه الطبيعيه عند المواطنين بدون طبعا ما يحصل ارتفاع في معدل الاصابات بفيروس كورونا. اليك معا. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد جمال. اعتقد انه يعني غطى جميع النقاط اللي تهم كل الناس اللي بتفكر ان هي تنزل في الكافيهات. وطبعا احنا شفنا على شبكات التواصل الاجتماعي خفة دم المصريين كالعاده، وهم بيتكلموا على نسبه 25% وان هم هيعملوا ابلكيشن ويقدموا ويشوفوا هيتقبلوا في انهي كافيه في الدقي ولا كافيه في الزمالك. لكن خلينا يا جماعه برضو تاني ده مش معناه ان احنا مفيش كورونا، وده مش معناه انه خلاص بقى يعني هي مش هنلبس الكمامات او مش هنبقى بنحافظ على نظافتنا الشخصيه او مش هنغسل ايدينا كل شويه او مش هيكون معانا الكحول او مش هنحافظ على المسافات. وبلاش سلام ارجوكم بالايد والاحضان والحاجات دي كلها، لانه طبعا الكافيهات اصلها بتحب كده، يعني تحب ان احنا نبقى قاعدين مع صحابنا ونرغي ونقرب من بعض. الكلام ده مش هيكون موجود، يعني الحياه ما بعد كورونا غير خالص ما قبل كورونا. ربنا يستر ان شاء الله وتعدي الأزمة بشكل عام على خير.